ياسمين. دكتورة ياسمين صالح محمد الفاطمي من عدن، وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية، أستاذة أكاديمية في المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية في جامعة عدن، بكلية التربية جامعة عدن. طبعا اليوم أنا متواجدة هنا في ندوة موسوعة الرابعة للشخصيات النسائية الرائدات في الوطن العربي، وأنا سعيدة جدا أن أكون ضمن هذه النخبة من النساء الرائدات والقياديات في مختلف المجالات العلمية والعملية والمهنية. وطبعا نشكر هيئة رئاسة شبكة الإعلام المرأة العربية جميعهم، كل باسمه وكل بصفته وكل بمكانته، وعلى رأسهم الدكتور معتز صلاح الدين على جهوده المبذولة في إبراز دور المرأة العربية من خلال أجزاء الموسوعة، أجزاء موسوعات الشبكة، وهذه هي الموسوعة الرابعة للرائدات العربيات. وطبعا نتمنى أن تتوافد جميع النساء العربيات لينضمن إلى الموسوعات القادمة، وشكرا.